بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية، السنة السادسة ابتدائي. نشوفوا تتمة ديال ما رأينا في المسابق. اكتيفيتي، شنو اكتيفيتي؟ اكتيفيتي يا نقول عشوائي لأنه اكتيف أو اكتيف بالنسبة للمؤنث. إذن اكتيف يعني أنه ناشط. اكتيفيتي سوريا أنشطة. ريفليكسيف، شنو ريفليكسيف؟ كتجمع لها ريفليكسيون، ريفليكسيون التفكير. هي تنقولوا ريفليشير، هي ريفليشير تجي منها فعل ريفليشير. ريفليشير يعني فكر، فهمتني؟ اذا ريفليكسيون هو التفكير. اذا ريفليكسيف يعني انها فكريه. عندنا هنا انشطه فكريه. سور لا لون يعني على لا على شنو لون؟ لسان. ها؟ لسان. هو لسان. ولسان واش يخدم؟ الكلام. الكلام، اللغه. لا لون تقصد بها ايضا لسان، ومقصود بها اللغه. احنا واش غنهضروا على لسان؟ إذا الموضوع ديالو هو اللغة. إذا طبيعة الحال المعنى الآخر هو الصحيح، يعني أننا نتكلموا على اللغة، لا نتكلموش على اللسان كعضو. راه حتى في اللغة العربية نقول اللسانيات، فهمتوا؟ شنو اللسانيات؟ اللغات، يعني مرضى. إذا ليكسي جو كلاس لي مو سويفون باغ ألفابيتيك. يا حنا غنرتبوا هاد الكلمات. إذا جو كلاس، شنو جو كلاس؟ سالو فيغ كلاس. كلاس، شنو كلاس؟ قسم. هلا جو كلاس هذا فعل. جو انا القسم، انا القسم. هذه جو شنو؟ جو جو شنو؟ هي انا. انا واش معقول نقولوا انا القسم؟ اذا راه فعل. هذا اللي غيجي قدامه الضمير شنو؟ جو لا تي ولا ايل ولا نو ولا فو ولا ايل افيك اس او ال افيك اس او ان. الا كان واحد الكلمه قدامها عاد لي برونون بيرسونيل، اذا اش غيكون هذه الكلمه؟ راه تكون فعل. واش فهمت ولا؟ إذا كانت عندنا واحد الكلمة ياك بحال هذا قدامها دي برونو بيرسونيل، قدامها واحد من لي برونو بيرسونيل، يعني قدامها ضمير. إذا اش غتكون هاد الكلمة؟ ها؟ فعل. غتكون فعل. إذا اشني جو كلاس؟ أنا أنا أرتب. الفيرب كلاس هي رتب. إذا جو كلاس ليمون. إذا اشنو غنرتبها؟ كلمة. كلمة ليمون يعني كلمة. سويفون تالية. أستاذ بعض المرات يقدر يدوز بواحد بواحد، أو مثلا طبيب يدوز بواحد بواحد يقول لو سويفون يعني التالي اللي غيتبعو. إذن عندنا هنا جو كلاس لي مو سويفون، يعني أنا أرتب كلمات تالية. كيفاش غنرتبو؟ باغ أوردر ألفابيتيك. كيفاش غنرتبو؟ بالترتيب. لو هذا شنو هو؟ لو هو الترتيب، هو النظام، هو الامر، عندو كاع هاد المعاني، فهمت؟ حيت هاد المسائل كلها متقاربه مع بعضياتها. ملي تتكلموا على الامر شنو المقصود به؟ شنو المقصود بالامر؟ فيه واحد النضباط، فهمت؟ اذا الترتيب حتى هو راه تيكون فيه واحد النظام. تنديروا واحد الترتيب يعني فيه النظام. اذا با اور الفابيتيك يعني بالترتيب. الترتيب كيما دار الترتيب الفابيتي. شي الفابيتي عنده علاقه ب الفاظ. باش بالزالفابي شنو مال الزالفابي؟ مال الحروف. هما الحروف. اذا هنا نتكلموا على واحد الترتيب حرفي على حساب ترتيب الحروف. تنلاحظ ان الحروف مثلا في اللغه الفرنسيه والزيد هو الاول. لا واش ار هي الاولى؟ اه هي الاولى. اذا عندنا واحد الترتيب هاد الحروف يقول. اذا غنرتبهم على حساب هاد الترتيب. إذا مثلا عندنا هنا الطيغة، عندنا بيبليوتيك، عندنا سا، جاردان، فلور. تنشوفوا هاد الكلمات وغنشوفوا الحروف اللي مبدية بها. طيغة يعني شنو هي طيغة؟ يعني واحد أرض. أرض واحد المساحة ديال الأرض مبدية بالطي. آه مبدية بالطي. بيبليوتيك، هادي بيبليوتيك المقصود بها هي إدارة. شنو هي بيبليوتيك؟ الخزانة. ها هي المكتبة. المكتبة اللي فيها كتب. صال هذه مديه بي. صال شنو المقصود بها؟ شوفوا بعد المعاني ديالها. ها صال. صال يعني هو القسم. لا صال يعني القسم. صال هو كلاس. أو القاعة يعني القاعة. لا صال يعني القاعة. جاردان جاردان يجر يعني الزرع يعني الحديقة. فلور ورد.
وردة. إذا دابا كيفاش نرتبو؟ شنو اللي غتكون الأولى؟ غتكون الأولى بيبليوتيك. بيبليوتيك علاش؟ باش أبدي. بدي يبدي. من بعد من شنو؟ فلور. فلور علاش؟ باش نبدي بالفلور. أبدي سي دي. باش نبدي؟ باش نبدي؟ بالإف. إف. بدي بإف. إذا من بعد من شنو؟ جي. جاردان. جاردان. حيت بدي بجي. أنت غتبقى تذكر الحروف وتشوف في الكلمات. دوك الحروف خاصك تكون حافظهم وتبقى تشوف الكلمات باش تشوف اين هي اللي فيهم عندها الحرف ديال الاول في الحروف اللي انت حافظها. الحمد لله الترتيب اللي حافظ انت. طبعا الحال بعد مرات تيكونوا عندنا بعض الكلمات عندهم نفس الحرف الاول، شنو غنديروا ديك الساعه؟ الا كانت عندنا مثلا جاردا، ومثلا عندنا شنو؟ عندنا مثلا جاردا جوي، كيفاش غنديروا باش نرتبهم؟ هما مبديين بجوج. هما مبديين بجوج في الحرف الاول، ندوزو الحرف الثاني. تندوزو نشوفو الحرف الثاني اين هو فيهم اللي سابق. اللي سابق هو اللي غنديرو الكلمه ديالو الاولى. جغده. اذا عندنا جغده. من بعد الناس وكي فلو. فلو غير هذيك هي الاولى. اف راه سابقه جي. باقا لنا اف 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 والسابقه جي ولا لا؟ اف اف سابقه جي ذكرناها. إذا دابا جاردا شنو بعد؟ من بعد جاردا شنو؟ طيغة. طيغة. طيغة وتتشوفي انت الطي سابقة اس. اس. اشنو؟ اس هي السابقة. إذا شنو غنذكرو؟ من بعد جاردا شنو كاين؟ صال. كاين الصال. من بعد من الصال شنو كاين؟ طيغة. كاين الطيغة. إذا هذا هو اللي غيكون، هذا هو الترتيب ديالو. إذا أول حاجة شنو كاينة؟ بيبليوتيك، كاينة فلور، كاين الجاردة، كاين الصال، وكاين طيران. عندنا جيك فامو دو لا ميم فامي. غنكتب واحد الكلمة شنو؟ جيك خي أمو دو لا ميم فامي. شنو غنكتبو؟ غنكتب غنكتب واحد شي كلمة ديال العائلة. شنو هي العائلة؟ تكون نفس العائلة. نفس العائلة. نفس الحاجة. كيفاش الحاجة؟ نفسها. كلمة من نفسها تكون؟ تكون كلمة بحال حاجة. كلمة من نفسها تكون؟ تتكون من جمل ولا شنو؟ كلمة واحدة. دابا هذه كلمة جوي. من نفسها تكون؟ من كلمات. هاد مع كلمة. هو كلمة من نفسها تكون هاد الكلمة. هاد الكلمة من نفسها تكون؟ شنو اللي تكونها؟ كتبوا أرقام. يلا، تفهم؟ من حروف. من حروف. إذا الكلمة تتكون من الحروف. إذا عندنا نجيك في أمو دو لا ميم فامي. إذا غنكتب واحد الكلمة شوفي دو لا ميم فامي من نفس العائلة. شنو المقصود من نفس العائلة؟ الكلمة من أش تتكون؟ حرف. من حروف. كلمة تتكون من حروف. إذا دو لا ميم فامي من نفس العائلة. شنو المقصود بها؟ من نفس العائلة. يعني أن أغلب الحروف ديالها تتكون متقاربة. فهمت ولا لا؟ مثلا إكخير غنكتبو إكخيتيور، هادي نفس العائلة. إكخير إكخيتيور، هذا بلي شفنا قبل قليل. غافليكسيون غافليشيون، عندنا غافليكسيون هاهي تنشوفونا. الكلمات اللي قراب ليها شناهوما؟ هي غافليكسيون يعني التفكير، وغافليشيون اللي هو فكرة. إذا هنا عندنا فكرية غافليكسيون. إذا هادو سوسون ديمو دو لا ميم فامي، يعني هما كلمات من نفس العائلة. حيت الحروف اللي تتكون وحده فيهم يعني انها تتشارك في نفس الكلمات الاخرى. فهمت ولا؟ وتيكون بعض التعديلات باش تكون عندها واحد المعنى ديال اسم او فعل او مثلا وصف الى اخره. اذا يعني انها تاخذ واحد شويه ديال التعديلات. فهمت ولا؟ اذا جوي هذا فعل. هذا فعل. شنو فعل؟ لعب. اذا شنو نقدروا نجيبوا؟ مثلا جوي شنو جوي؟ يا لعب. لعبة. بغينا نقولوا اللعب. يلا اللعب. اللعب. جوو يعني لعب. إذا هذه الكلمة موجودة ككلمة مستقلة تنكتبوها بحالك جوو وعندها علاقة بجوي. فهمت ولا؟ نقدر نزيد شي كلمة أخرى؟ مثلا اللعبة. اللعبة سميتها؟ جو. هذيك هي اللعب. جو يعني اللعب. وكاينة اللعبة هي جوي. جوي كاينة بقطة في الآخر.
إذن هذيك لعبة ياك. كاين الشونطي، الشونطي غنجيب واحد الكلمة غنى، إذن غنجيب واحد الكلمة اللي قريبة ليها دولا مين فهم شنو نقدروا نجيبو كلمة. إذن هذا الشونطي هي غنى بالعربية. شونطي أو شونطوز، شونطو يعني مغني، شونطوز مغنية. مثلا الغناء شون، ها شون الشون، الشون عند ام. إذن أو مثلا أغنية، أغنية شنو نقول؟ شونطي شونسون، أغنية. إذن هذو كلهم كلمات عندهم علاقة بهذه الكلمة اللي عندنا اللي هو فيها في الحقيقة. إذا غنشوفو غرامير، غرامير يعني قواعد اللغة. عندنا جو غوليف دون لو تيكست اون فراز ديكلاراتيف. شنو غنخرجو من التيكست؟ اون فراز ديكلاراتيف. غنخرج من مصدر. اون فراز، اون فراز جملة ولا جملة. انتي اللي بغات تبقى تشكي فيها خاصك دوز تاع سقساها. اون فراز راه معروفة جملة. إذن جو غوليف، شنو جو غوليف؟ شنو جو غوليف؟ لا، هذيك راه جو موليف، جو موليف، جو موليف يعني أنا أنهض أو أستيقظ. هذه جو غوليف خاص تعقلوا بها، نعرف دابا قلتها لكم شي. جو غوليف يعني أنا أستخرج. شوف ديما خاصني نشوف الجملة ككل، شتي إلا ما فهمتيش الفعل، إلا ما فهمتيش واحد الكلمة في واحد الجملة خاصك ديما تقري الجملة ككل وتحاولي تفهمي ديك الكلمة، فهمت ولا لا؟ إلا ما فهمتيش كلمة في واحد الجملة هذا ما تيعنيش بأنك ما تقدريش تفهمي الجملة ككل. ملي تنقولوا مثلا جو غوليف دون لو تيكست، يعني راه باينة أنا أستخرج من النص. هنا عندنا أنا أستخرج في النص، فهمت ولا لا؟ عندنا هنا أنا أستخرج في النص. إذا جو غوليف دون لو تيكست يعني أنني تناخذ من النص، فهمت ولا لا؟ غنخرج منه. واش ندير؟ إذا شنو جو غوليف؟ يا أستخرج، أستخرج. إذا شنو الفيرب هذا؟ غوليف. سيرفي غولفي، غولفي، غولفي. تنتكلموا بعدا، تنتكلموا بعدا مرات على غولفي دونات. غولفي دونات يعني بحال غنقولوا استخراج خاص بواحد النقطة. المقصود يعني واحد الورقة يعني فيها النقاط ديالها، فهمتوني؟ يعني جو غوليف دون لو تيكست، يعني أنني أستخرج من النص اون فراز ديكلاراتيف، يعني جملة ديكلاراتيف. هذه ديكلاراتيف إلا بغا نقلبوا على شي كلمة دو لا ميم فامي شنو غنلقاو؟ ديكلاراتيف. غنلقاو مثلا كوم كوم إكزومبل لو فيرب ديكلاري. لو فيرب ديكلاري شنو ديكلاري؟ يعني أنك تتخبر، فهمت ولا لا؟ بعد مرات شي واحد تتوقع له شي حاجة في الشركة تقول لي خاصك ديكلاري، فهمت ولا لا؟ أو ما تمشي الإدارة تقول لي خاصك ديكلاري بهاد المسألة اللي وقعت، ياك؟ ديكلاري يعني خاصك تخبر. إذا تتكلموا هنا على الفيرب ديكلاري. إذا اللي بغينا نوصفوا واحد الجملة شنو نقولوا ليها؟ ديكلاراتيف. يعني شنو نقصد بها؟ لأن جملة إخبارية. ديكلاراتيف إخبارية، إخبارية تعطي الخبر. إذا غولفي دون لو تيكست إن فراز ديكلاراتيف، يعني خرج من النص واحد الجملة ديكلاراتيف. شنو غنلقاو؟ عطينا شي جملة موجودة. فيني فيني جالي عطيني شي جملة تشرح لي بالدارجة. سي لا غونتخي سكولير، بحال دابا أنا ما عارفش تقول لي إنه الدخول المدرسي. هو الدخول المدرسي. إذا شنو المقصود؟ يعني أنت راك خبرتيني، فهمت ولا لا؟ إذا الجملة راه خبرية. سي لا غونتخي سكولير ياك ولا لا؟ أو مثلا ماما ما أشتي دو نوفو فيتمون إي أن بو كارطابل، يعني شنو خبرتينا بأن الأم ديالك شريت لك، شريت لك ملابس جديدة وشريت لك واحد المحفظة جميلة، فهمت ولا لا؟ هادو كلهم سو سون دي فراز ديكلاراتيف، فهمت ولا لا؟ إذا جو غوليف دون لو تيكست اون فراز إكسكلاماتيف. شنو هي إكسكلاماتيف؟ إكسكلاماتيف عندها علاقة بواحد الاسم تنسمعوه، شنو هو؟ بوان ديكسكلاماسيون. بوان ديكسكلاماسيون يعني نقطة تعجب، علامة تعجب. إذا هنا تتكلموا على اون فراز إكسكلاماتيف،
يعني جملة تعجبية. إذا تقدر تخرج شي جملة تعجبية هنا، شنو خاص تكون فيها؟ بوان دي خاص تكون فيها بوان دي إكسكلاماسيون، يعني نقطة التعجب. إذا عطيني شي جملة اللي فيها بوان دي إكسكلاماسيون. كيل جوا. كيل جوا. يعني طبعا الحال فيها تعجب. يقول أيضا إن فخاز انتيروغاتيف دابا هذا موجود عندك ياك. شنو هي فراز انتيروغاتيف؟ تنتكلموا على انتيرو تنتكلموا على انتيروغاتيف، تجي منها واحد الاسم اللي هو استفهام. علامه الاستفهام. شنو علامه الاستفهام؟ بوان انتيروغاسيون. بوان انتيروغاسيون يعني علامه الاستفهام. اذا تتكلموا هنا على اون فراز انتيروغاتيف. اذا انتيروغاتيف انتيروغاسيون يعني سوسون دو مو دو لا ميم فام، يعني انهم كلمتان من نفس العائله، حيت الحروف اللي مركبين فيهم تقريبا تيتشابهوا، فهمت؟ بنفس الترتيب تقريبا. اذا اون فراز انتيروغاتيف بحالاش؟ بحال هبالي راه موجود. ايطوا ايطوا والثاني شنو؟ وي سي تروف طون. ماشي او ما كاينش عندنا او، ما عندناش او بعد كوك، ما عندناش او موراها او اس تي اتر. عندنا او سو تروف طون ايكول، يعني اين توجد مدرستك. وبحالاش عاود ثاني؟ كومون تي يعني كيف هي؟ كومون اتي كيف عاوديها. كومون اتي عاودها. كومون اتي سهل، مش كبيرة في الأول تتقطيلة، دابا سهل تتعاودها تتولي سهل. إذا عاودها كومون اتي سهل. إذا كومون اتي يعني كيف هي ياك؟ صح. إذا كومون اتي سي اون فراز وبقى عندنا عين التاج. كومون اتي سي اون فراز انتيروغاتيف ماشي انتيروغاتيف، انتيروغاتيف. او سي اون فراز انتيروغاتيف امبيراتيف. طبعا حتى نعرفوا ان الجمله اربعه انواع، يا اما تكون اخباريه، يا اما تعجبيه، يا اما استفهاميه، يا اما نقطيه. يا اما مثلا نقطه. شنو كيفاش نقطه؟ راه هي اخباريه، تكون اخباريه مثلا نقطه، تكون منتهي بنقطه اخباريه. قالت لنا طبعا الحال امبيراتيف. امبيراتيف يعني فصيل امريه. امريه فيها الامر. تمام، امبيراتيف يعني فيها الامر. إذن عطيني شي جمله فيها الامر. شاك اليف ديريك سو شاك اليف ديريك. شنو هي ديريك هذي؟ راه جي مراه ديريك. ايوا ما هو وكانت مثلا حدائي تقرا هي تقرا جي اذا كانت مراه. اذا لا كانت هذه جي مراه او او تقرا جي. إذن شاك إليف سديريج سديريج في ساسان دو كلاس. إذن شاك إليف سديريج في ساسان دو كلاس، يعني كل تلميذ يتوجه القسم ديالو ديال الدرس. إذن طبعا الحال حتى هي عندها بوان امبيراتيف ديكسكلاماسيون، حتى هي عندها نقطة التعجب. الأمر تاهو عنده نقطة التعجب. إذا متكون عندك نقطة التعجب، هذه الجملة يا إما تكون أمرية يا إما أو تعجبية. فهمتوا؟ جو ترانسفورم لا فراس سويفونت على فورم نيجاتيف. شوف جو ترانسفورم لا فراس سويفونت على فورم نيجاتيف. شنو جو ترانسفورم؟ شفنا الفعل جو ترانسفورم سي لو فيرب ترانسفورم. سي لو فيرب ترانسفورم. شنو ترانسفورم؟ لأنك تتحول، يحول
شي حاجة تتحول من طبيعة إلى طبيعة أخرى. تحول بحالك يعني أنك تتحول ديك الجمال تتحول الأفعال إلى آخره. إذا هنا شنو غنحول؟ جو ترانسفورم لا فراس سويفونت على فورم نيجاتيف. شنو غنحول؟ لا فراس سويفونت. ها؟ فراس. لا فراس. كلمة. جملة. تنشوفون عليهم سويفون. شوفوا ايش قلنا. قلنا فراس سويفونت، هنا قلنا سويفون. اللي مو سويفون. علاش هنا سويفونت؟ علاش هنا سويفون؟ حقاش هذيك مذكرة ومؤنث. حقاش كلمة مو كلمة مذكرة، وحقاش كلمة فراس كلمة مؤنثة. إذا جو ترانسفورم فراس سويفونت على فورم نيجاتيف. إذا غنحول الجملة التالية. الجملة التالية على فورم يعني للشكل. الشكل على فورم الى الشكل نيجاتيف. شنو نيجاتيف؟ ها كما لو نقول بانه منفي الى الشكل المنفي تقريبا. فهمتي؟ حيت لا نيجاسيون هي النفي. لا نيجاسيون هي النفي. هي اللي تستعمل فيها شنو؟ امتى تكون عندنا لا نيجاسيون؟ امتى تكون عندنا لا نيجاسيون؟ امتى ملي تنضيفوا واحد الكلمه تسمى الكلمه اللي تنضيفوها بحالاش؟ نو بحال نو با نو جامي نو غير الى اخره. ولكن غالبا نسموه نو با. يعني الجمله تزيد فيها نو با يعني انها تكون مثلا درت وتتولي ما درتش. فهمتوا؟ تتولي بانه فعاله تتولي بانه ما فعلاش. تنقولوا بان فلان قام بشيء ثم اننا ننفي هذا الامر. نقول بان فلان لم يقم بشيء. إذا ننفي هذا الكلام، ننفي هذه الجملة. إذا تتسمى لها نيجاسيون. إذا شنو عندنا؟ جو ترانسفورم لا فراس سويفونت على فورم نيجاتيف. يعني غنحول الجملة التالية إلى الشكل المنفي. المنفي يعني وصفناه بأنه منفي نيجاتيف. نقول لا. إذا ماشي الجملة اللي عندنا. ستة آلاف. هي الاصل ديالها شنو هي؟ الاصل ديالها شنو هي؟ الاصل ديالها سو الي. هل تنقول سو غارسون؟ سو غارسون. زدناها الطي، زدناها الطي لحقاش هاد الي مبديه بفويال. تجينا صعيبه تنقول سو الي. فهمتينا؟ تجينا شويه في الكلام ثقيله الا قلنا سو الي. اذا بطبيعه الحال اخترعوا هاد الست. فهمتينا؟ اخترعوا هاد كلمه ست فيها الطي في الاخر تجي في الكلام هي ديك ست الي. يعني هذا التلميذ اغير. شنو أغير؟ سلفا؟ أغير لا ذهب هي بارتير أو آلي. هذه هي ذهب. هذا الفيرب أغير يعني وصل. العكس ديالها وصل يعني وصل. إذا ست آلاف أغير توجور أون غوطار. يعني هاد التلميذ ياسين توجور. سي توجور وصل توجور؟ إيه توجور ليكول. شيء توجور يعني دائما توجور يعني دائما توليجور ماشي دائما لا توليجور يعني كل ايام تقريبا بحالها تنشوف بان مستنبطه منها. فهمتوا ولا عندنا توجور يعني دائما توليجور يعني كل ايام ليجور يعني ايام تقريبا بحالها او ممكن نقولوا 6000 اغير توليجور اون روطا يعني هاد التلميذ تيوصل كل ايام اون غوطار. شي اون غوطار؟ اون غوطار شنو نقصد بها؟ شي اون غوطار؟ اون غوطار يعني متاخرا. اون غوطار يعني متاخرا يعني في التاخر. فهمتوا ولا؟ اذا ست آلاف اغيف توجور اون غوطار يعني هذا التلميذ يصل دائما اون غوطار. شنو نقصد بها؟ قري جمله كلها. ست آلاف أغيب توجور أون غوطار. إذا شنو نقصد بها كما قلنا؟ يا
ست آلاف يعني هذا التلميذ زيد هذا التلميذ وصل دائما ياسر يعني توصل ياسر دائما متأخرا يعني شو المقصود يعني هالتلميذ توصل ديما متأخر هذا هو المقصود بها هالتلميذ توصل ديما متأخر شنو نقوله في لانيغاسي اللي بغينا ننفيوها ودائما العكس ديالها شنو خبر ما خبر هذا بقى عندنا لانيغاسي دابا هي خبر يا فعل لان خبرياتني بان التلميذ توصل ديما متأخر الجملة غنفيوها يعني غادي تقول راه ترانسفورماسيون اذا جو ترانسفورم غتولي فراز يعني نيجاتيف التلميذ مثلا قلنا عليه بانه توصل ليهم متاخر واحد اخرى يقول لك لا التلميذ ما توصلش متاخر هذا هو المقصود بالنفي اذا شنو نقولوا شوف الا قلنا بان التلميذ ما توصلش متاخر راه هو خبر فهمت ولا لا راه هي خبريه تبقى خبريه راه بجوج يدخلوا بالجمله الخبريه فهمت ولا لا شنقول بالعربي بالعربي شنقول بالدارجه هذا التلميذ لا يذهب دائما متاخر احنا قلنا يذهب اذا شنقول اذا هذا التلميذ بايلن ارفي توجور اون ريتار 6000 نقول 6000 يعني هذا التلميذ هذه هي الاولى 6000 مالو ناريف جامي ناريف جامي ناريف نو اريف ne arrive jamais لا تزال toujours هي jamais في الحقيقه شنو خصنا نقولوا خصنا نقولوا 6000 n'arrive pas en retard هذا التلميذ لا يصل متاخرا الحمد لله ولكن اش معناتنا حنا عندنا toujours بغينا نجيبوا الضد ديالها الضد ديالها في لانيغاسيون هو jamais هي jamais عقل عليها jamais ديما تتكرر الحمد لله نقولوا 6000 ناغيل جامي اون غوطار هذا التلميذ لم يصل قط متاخرا يعني ديما تجي في الوقت ما عمرو تاخر حيت العكس ديال دائما شنو دائما يعني بدون استثناء فهمت انه ديما توصل ديما ولا نهار ما وصلش مع الضر فهمت هذا هي المقصود بتوجور توجور يعني دائما اذا اللي بغينا نقولوا العكس شنو خاصنا نقول جامي وبالمره ما عمرو تاخر الحمد لله إذن 6000 نغيب جامي أو غطا يعني هذا التلميذ لم يصل قط متأخر يعني ديما تجي في الوقت الحمد لله ديما تجي متأخر أو جامي لا ما وصلش متأخر إذن غادي نقول بارفو جاغيب أو غطا الحمد لله بارفو جاغيب أو غطا الحمد لله أو نقول نغيب با توجو أو غطا الحمد لله ولا نقول 6000 نغيب با توجو أو غطا يعني هذا التلميذ ما توصلش ديما يعني متأخر شو المقصود يعني راه بعد ما رات تجي بالوقت الحمد لله الا قلنا 6000 ناغيب با توجور اون طا 6000 ناغيب با توجور اون طا يعني هذا التلميذ لا يصل دائما متأخر جونتور الغروب نومينال سوجي دون لا فراس سويفون يعني غندور على شنو لو غروب نومينال سوجي دون لا فراس سويفون شنو هو لو غروب نومينال سوجي لو غروب نومينال يعني مجموعة اسمية وديال الفاعل سوجي فهمتي دو لا فراس سويفون يعني في الجملة التالية إذن أوي لو غروب نومينال سوجي دون سيت فراز لا تو مي كاماراد سون كونتون شنو هي تو مي كاماراد مي كاماراد شنو هي تو مي كاماراد تو شنو هي تو تتلفتي كل شيء بالليل تو هي كل تو هي كل وكل تو كاينه تو تتكتب بالشر وكاينه تو تتكتب بالطي وكاينه توت تي او اس وكاينه توت تي او ديال المؤنث اذا عندنا تو هنا اذا تو مي كاماراد شنو تو مي كاماراد كل مي كاماراد شنو كاماراد استاذ تو مي زامي شنو كل رفقائي او كل اصحابي فهمت او كل اصدقائي
تومي زام تومي كاماراد تومي كاماراد يعني كل يعني كل اصدقائي سو سو كونتون يعني انهم فرحين كلهم فرحون اذا اوي لو غروب نومينا سوجينا مي كاماراد اتطور هذه كلها تومي كاماراد يعني كل اصدقائي هذو كلهم تدخلوا في الجمله الاسميه الفاعل حيث هما كلهم كونتون يعني هما اللي فرحانين هما اللي تيكونوا لنا هذا الفاعل فهمتي اللي قام بهذا الفرح فهمتي ولا لا اذا تومي كاماراد هذا لو غروب نومينال سوجي اذا نجم نخص الحلقه حياكم الله والى اللقاء القريب باذن الله.